السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. والليلة دي ليلة 26 وبكرة ليلة 27 وامبارح كان ليلة 25. اتكلمنا امبارح عن ليلة القدر وقلنا هنكمل النهاردة الكلام عن ليلة القدر، لأن كلام مهم جدا وكلام يعني في قمة الأهمية. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ويغنمني وإياكم ليلة القدر، ويفرج هموم المسلمين أجمعين، ويفرج هم إخواننا في سوريا، ويرزقنا الأمن والأمان في بلدنا الحبيبة مصر يا رب العالمين، ويعوض على شعبنا الطيب الجميل ويكرمه بكل خير يا أرحم الراحمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اتكلمنا امبارح في عدة أسئلة مهمة جدا ونقاط في غاية الأهمية. قلنا أول سؤال، هل ليلة القدر مكافأة ربانية؟ يعني هل هي مكافأة من عند المولى عز وجل؟ وتكلمنا فعلا أنها مكافأة ربانية لمن يعمل ويكون عبدا لله سبحانه وتعالى طوال العام. ربنا بيكرمه بهذه المكافأة من باب يعني الإكرام والمكافآت التي تكون في عقب أو الطاعة، وتكون أيضا بفعل الطاعة. فليلة القدر مكافأة ربانية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر. كان السؤال الثاني، ايه هو فضل ليلة القدر؟ وتكلمنا في عجالة سريعة، قلنا ان ليلة القدر ليلة مباركة، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قلنا ان العمل فيها خير من 1000 شهر، ما قلناش ب1000 شهر، لان الآية بتقول ليلة القدر خير من 1000 شهر، وأبهم المولى عز وجل الجزاء، لان جزاء ليلة القدر صدقوني والله العظيم مفاجأة لن نعلم قدرها إلا يوم القيامة حين نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. زي ما بعض الأشياء ربنا خبأ أجر، لأن عقل الإنسان لا يستوعب، زي الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم قد إيه؟ بغير حساب. إلا الصوم، برضه الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نفس الحكاية، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يبقى فمن عفا وأصلح فإيه؟ فأجره على الله. الإنسان لما يعفو ايه القدر او ايه الاجر اللي ممكن يتحصل عليه من مسألة العفو؟ والله ما حد يعرف، فاجره على الله. فلما الملك سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض بيقول لك الاجر علي، فلك ان تتخيل بقى فاطر السماوات والارض هيعطيك ايه سبحانه وتعالى. يبقى هي ليلة مباركة، العمل فيها خير من 1000 شهر. الحاجة الثالثة ان هي بتكتب فيها مقادير الخلائق من ليلة القدر ديت لليلة القدر السنة الجاية. يعني المقادير بتاع حضرتك والمقادير بتاعت حضرتك هتتكتب في ليلة القدر لحد ايه السنة الجاية. هيتكتب هيجيلك قد ايه رزق، وربنا هيرزقك بولد ولا لا، واذا كان يعني ربنا هيكرمك بتفوق اولادك، اذا كان ربنا هيكرمك بكذا، اذا كان في بلاء كذا، اذا كان في كذا، كل دوت يشفع له بفضل الله سبحانه وتعالى الصيام، ويشفع له العمل الصالح. فهذه الليلة المباركة لما يكتب فيها مقادير العباد يشفع لنا العمل الصالح لتكتب أجمل وأعظم مقادير يقدرها المولى عز وجل على عباده. الحاجة الرابعة، قلنا إن من قام ليلة القدر كما ورد عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 1000 مليون مبروك، صحيفة حضرتك بقت بيضة ما فيهاش ولا ذنب، وصحيفة حضرتك بقت بيضة ما فيهاش ولا ذنب. قلنا السؤال اللي بعديه، هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة ولا هي لكل الأمم؟ كل أمة كان لها ليلة قدر. ذهب الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن ليلة القدر خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده ورد فيها أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فارسا من فرسان بني إسرائيل أخذ سيفه وذهب وجاهد 1000 شهر. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كأنه تقاصر أعمار أمتي وزعل جدا، فقال يا رب أعمار أمتي قصيرة وأعمالهم قليلة. فأكرمهم المولى عز وجل بليلة القدر، فأنزل المولى عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر. خير من 1000 شهر بتاعت الفارس ده اللي راح يجاهد في سبيل الله، إكرام من المولى عز وجل لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة كما أخبر المولى عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وكما يقول كما عند أحمد بإسناد صحيح قال أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. يبقى 2/3 أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، و1/3 الجنة تتوزع على 69 أمة سبقت أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آخر حاجة قلناها امبارح، لماذا رفع العلم بليلة القدر؟ ليلة القدر كان النبي عارفها، وجبريل عليه السلام نزل وقال له يا رسول الله ليلة القدر ليلة كذا، والحديث رواه البخاري، والنبي خارج فرحان جدا جدا لينقل البشر للأمة، وكم نقل النبي صلى الله عليه وسلم من بشريات لأمته صلى الله عليه وسلم، فخارج عشان يبشر الأمة ويقول لهم ليلة القدر ليلة كذا. فجأة لقى اتنين من الصحابة بيتشاحنوا وبيتصارعوا وبيتخانقوا مع بعض، فرفع العلم بليلة القدر بشؤم التشاحن وبشؤم الخصام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم إني كنت قد علمت ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها فرأيت فلانا وفلانا يتشاحنان، فرفعت ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بقى النهاردة ونختم موضوع الكلام عن ليلة القدر. أكيد في ناس كتيرة بتقول الله، طب احنا عايزين نعرف ايه هي العلامات بتاعت ليلة القدر، أكيد في علامات معينة نفسنا نعرف، بحيث ان احنا يعني عايز اقول لكم بداية هي العلامات بتاعت ليلة القدر مش هتنفعكوا قوي. ليه؟ لسبب بسيط جدا، لأن انت ما بتعرفش علامات ليلة القدر إلا تاني يوم الصبح، يعني بعد ما بتكون ليلة القدر عدت خلاص، إنما أنت بتعرفها بس من باب إيه؟ إن الفرحة إن أنت عملت خير في الليلة اللي فاتت دي، فأنت فرحان إن ربنا وفقك إن أنت قمت ليلة القدر. أما ليلة القدر فلها علامات. إيه هي العلامات؟ هنذكر 4 علامات بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الأولى إن الشمس في تاني يوم، يعني ليلة القدر مثلا لو كانت مثلا ليلة 25، يبقى في الصبح بقى بعد ما الناس بتصلي الفجر والشمس تشرق، الشمس في اليوم دوت بتشرق، لا شعاع لها، صافية جميلة قوي قوي كده وواضحة كده وصافية، مفيش لها شعاع ولا حرارة. طيب ادي العلامة الأولى، ايه الدليل عليها؟ حديث رواه مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، ما لهاش شعاع خالص، خد بالك، دي العلامة الأولى لليلة القدر. العلامة الثانية أنها ليلة لا حارة ولا باردة، جوها كده معتدل جدا ربيعي وجميل، لا فيها حر. انت عارف في ليالي بتبقى يقول لك رغم ان احنا بالليل بس الليل مكتوم قوي، مفيش نسمة هوا، مفيش محدش حاسس بان في هوا جاي كده، والناس قاعده مخنوقه مش عارفه تتنفس، يا اما قاعدين في مكيف يا اما في مروحه، رغم ان هم بالليل مش بالنهار. فليله القدر مش كده بقى خالص، ليله القدر فيها نسمه كده جميله قوي، لا هي حر ولا هي برد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطيالسي بسند صحيح، قال ليله القدر ليله سمحه طلقه، سمحه طلقه لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. الشمس بتاعتها في الصبح تلاقيها حمرا كده وضعيفه، مفيش شعاع مفيش حر، يعني ايه؟ عارف حضرتك لما تقف في الشمس تحس ان الشمس بتلسع وشك. في ليلة القدر بقى الصبحية، واخد بالك، صبيحة ليلة القدر الشمس ما تعملش كده، الشمس تلاقيها حمرا والاشعه بتاعتها ضعيف قوي قوي قوي، فتلاقي مفيش حر مفيش احساس بلسعه الشمس، دي صبيحه ليله القدر. رقم 3 ليله القدر ليله مطر وريح. يعني ايه؟ يعني لازم المطر تمطر ولازم يبقى فيه ريح؟ لا مش كده، انما هتلاقي فيها نسمه هوا كده مبلله كده برذاذ الماء، تحسها، تحس ان الليله كده رطبه. لو انت وقفت في بلكونه ولا وقفت في اي مكان كده، سواء تسيب التراويح والتهجد وتقف في البلكونه عشان تشوف ليله القدر، هتضيع عليك ليله القدر. يعني لو حبيت تخرج كده بره دقيقتين 3 ربع ساعه تتهوى كده وتبص في السماء، تحس ان في سكون عجيب جدا وهدوء عجيب جدا، والليله لا حاره ولا هي بارده، وتلاقي نسمه هوا كده مبلله كده برذاذ الماء، خدت بالك؟ يبقى ليله مطر وريح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في صبيحة ليلة القدر كأنه يسجد في ماء وطين. تصبح الصبحية حبيب قلبي، تلاقي الأرض بتاعت الأرض اللي قدام بيتك، الأرض اللي في الشوارع، تلاقي الأرض كده إيه، كأنها مندية، مش عايز اقول غرقانه ميه، لا مش غرقانه ميه، كانها منديه، تحس ان التراب مندي، تحس ان الاسفلت مندي. دي علامه من علامات لان الليله اللي فاتت دي كانت ليله القدر. العلامه الرابعه والأخيرة أنها لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. ليه؟ لأن ربنا قال كده، قال سلام هي حتى مطلع الفجر. لحد يمرض في الليلة ديت، ولحد يحصل له حاجة وحشة في الليلة ديت، ولحد يحصل حتى لو ربنا قدر عليه ابتلاء يكون من بعدها، من بعد فوات الليلة ديت. يعني الليلة دي لو قدر لإنسان ابتلاء معين ما يشوفوش في الليلة ديت، يتكتب في الليلة ديت لكن يشوفوا في ليلة تانية أو في يوم تاني. فهي سلام هي حتى مطلع الفجر، لا يرسل فيها أي شيطان ولا يحدث فيها أي داء. يبقى ديت علامات ليلة القدر. طيب وافقنا ليلة القدر، ايه الدعاء اللي هندعوه؟ كلنا عارفين طبعا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وربنا يجازيها عنا كل خير، لأن هي اللي سألت واحنا عرفنا الدعاء من سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ إيه الدعاء اللي أنا ممكن أدعيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير، لكن برضو لمن لم يشاهد هذه النقطة برضو نقولها له في عجالة سريعة، ان العفو اعظم وابلغ من المغفرة. كان ممكن النبي يقول لها قولي اللهم انك غفور تحب المغفرة فاغفر لي، اللهم انك تواب تحب التوبة فتوب علي، لكن لا، قال ايه؟ قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ليه؟ قال لك المغفرة يعني ايه؟ المغفرة يعني الستر. يعني انا لو قلت يا رب اغفر لي يعني استر لي ذنبي، فربنا يستر لي ذنبي، لكن يوم القيامة هلاقي الذنب مكتوب في الصحيفة، بس مكتوب جنبه ايه؟ يعني يتقال فلان الفلاني بص البصة الفلانية دي كانت بصة حرام، وجنبها بس تاب منها. خدت بالك؟ يبقى انا لما توب يتكتب الذنب ويتكتب جنبه ايه؟ ان انا تبت، فربنا يوم القيامة يعاتبني ويحاسبني وما يعاقبنيش. واضح؟ دي المغفرة اللي هي حديث النجوى كما عند البخاري، أن المولى عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي. طبعا بقى مشكلة ان ربنا يذكره بكل ذنوبه، دي مصيبة. فحتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول سبحانه وتعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. بس بعد إيه بقى؟ بعد ما يعني وقف بين يديه بقى، شوف بقى كام سنة، واخد بالك، ويسألوا عن كل ذنب. في اللحظة الفلانية بصيت البصة كذا، وفي اللحظة الفلانية غمست بعينيك، وفي اللحظة الفلانية قلت كلمة كذا، لحظة بلحظة لمدة مثلا 50-60 سنة. ده عذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من نوقش الحساب عذب. هو انت اوعى تفتكر ان لما الناس، في ناس هتخش الجنه بغير حساب ولا عذاب، 70,000، والنبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه جل وعلا فقال فاعطاني مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، نعمه كبيره جدا. فدخول الجنه، واحد يقول لك طب ايه يعني لما اخش بعد ما اتحاسب؟ اما اتحاسب واخش الجنه؟ فالنبي بيقول لك لو هتتحاسب بس، حتى لو كنت داخل الجنة هتتعذب، لأنك واقف بين يدين ربنا بيذكرك بكل ذنب عملته صغيرة أو كبيرة أو أي حاجة، واخد بالك، من يوم ما كلفت لحد ما موت. ده عذاب. من نوقش المحاسب، من نوقش الحساب عذب، ده رواية البخاري. من نوقش المحاسبة هلك، ده رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح. فنعمة كبيرة قوي ان انت تخش بلا حساب ولا عذاب. فالمغفرة ان ربنا سبحانه وتعالى يستر ذنبك، لكن هيحاسبك عليه، بس مش هيعاقبك، مش هيعذبك بيه، لان انت تبت خلاص. اما لو ربنا عفى عنك، خد بالك بقى، يؤمر الملائكة تمسح الذنب من اصل الصحيفة، فلما تيجي يوم القيامة لا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. الله، شفت بقى نعمة العفو. وانا ذكرت لكم مثال بسيط جدا من كام يوم، ذكرت لكم مثال ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثال مدير شركة وكلف موظف من الموظفين يروح يخلص له موضوع معين، خسر الشركة 5 مليون جنيه. فتاني يوم بيقولوا له روح قابل المدير. داخل على المدير طبعا متوقع المدير هيرفضه أو يدخله السجن مثلا. فأول ما دخل على المدير، فالمدير قال له شوف أنت عملت مشكلة كبيرة جدا، خسرت الشركة 5 مليون جنيه. طيب على العموم أنا كل اللي عايز أقوله لك، انت عشان انت موظف محترم وانسان كويس وتاريخك ابيض عندنا، فانا مسامحك في الموضوع اللي انت عملته ده، بس هتفضل الصحيفه ديت اللي تثبت ان انت خسرت الشركه 5 مليون هتفضل موجوده عندي في الدرج، كل فتره هفكرك بيها. ده اسمه ايه؟ اسمه مغفره. يعني الذنب لسه موجود بس هو هيفكروا بيه، وهو سامحه خلاص يعني. اما لو قال له ايه انت موظف كفء وانسان محترم ونظيف وتاريخك عندنا جميل جدا وانت عملت مصيبه كبيره خسرت الشركه 5 مليون، لكن عموما تاريخك السابق كله يغفر لك كل اللي انت عملته ده، فعموما انا مش هعاتبك ولا هحاسبك، وادي الورق اللي يثبت ان انت خسرت الشركه كمان، خده واحرقه بنفسك. ده اسمه ايه؟ اسمه عفا عنه. تعالوا نكمل مع بعض فضل ليلة القدر والدعاء في ليلة القدر، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. لما نقرا في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين، رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتهدينا الحكاية، نعيش بالقلوب مع كل آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. الحقيقة في ناس كانت متصلة دلوقتي عبر المداخلات في التليفون في الكنترول جوه، بيقولوا معلش النور كان مقطوع فما عرفناش علامات ليلة القدر، هنقولها لكم في عجالة سريعة ونكمل موضوعنا. علامات ليلة القدر قلنا 4 علامات وهنقولهم بسرعة معلش بقى عشان نكمل الموضوع. قلنا العلامة الأولى إن الشمس بتبقى في صبيحة ليلة القدر لا شعاع عليها، بتبقى حمراء ولكن مفيش شعاع، مفيش حرارة، يعني ما هياش بتلسع الإنسان أو تحس بالحر، لا تحس ان هي مجرد بس ايه يعني حاجه كده حمراء منوره وخلاص يعني. ده اول علامه. العلامه ولذلك النبي عليه السلام كما عند مسلم عن ابي بن كعب انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع عليها. والعلامه الثانيه انها ليله لا حر ولا بارده، لا فيها حر ولا برد، والدليل على ذلك حديث الطيالسي باسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، حمراء كده وما فيهاش ايه، ما فيهاش قوة الحرقة او الشعاع بتاعها. الحاجة الثالثة انها ليلة مطر وريح، مش قلنا برضو مش معناها ان ايه ان هي طول الليل بتمطر وكده، انما تلاقي فيها يعني الرياح الهواء فيها كده جميل كده وتحس فيه برذاذ مية، ولذلك تلاقي الصبحية تلاقي الارض كده تحس انها كأنها مبللة، مش لازم يكون فيها مية يكون فيها مية مغرقاها، لا تحس ان المية الارض مندية. دي من علامات ليلة القدر. والعلامة الأخيرة أنها لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء كما قال جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر. اتكلمنا بعدها عن دعاء ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عايزين آخر نقطتين مهمين جدا جدا عشان نبقى لمينا موضوع ليلة القدر في الحلقة بتاعت امبارح والحلقة بتاعت النهارده، وأتمنى خشوا على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، راجعوا الحلقتين دولت وشوفوا علامات ليلة القدر كده، وعشان بس نبقى كل سنة عارفين ليلة القدر ايه علاماتها. طيب في نقطة مهمة جدا، ايه موانع المغفرة في ليلة القدر خاصة وفي أي ليلة من ليالي الخير عامة؟ يعني ايه الحاجة اللي ممكن لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى يحرمني من المغفرة في هذه الليلة المباركة؟ رقم 1 الشرك بالله. قال جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا يعافيك يا رب من الشرك. لو إن إنسان وقع في الشرك طبعا لا يغفر، لو إن خلاص هو إيه أشرك فخرج، ربنا يعافيك يا رب العالمين، ودي إن شاء الله بعيد عنا كلنا. الحاجة الثانية ودي مشكلة كبيرة قوي في ناس والله ما بتاخد بالها منها، عقوق الوالدين. يلي رايح تصلي التراويح وراجع بعد كده هترتاح نص ساعة وبعدين قايم بعد كده تقرأ قرآن وبعدين رايح تاني التهجد وعمال وتعب نفسك ويعني ومش شايف قدامك من التعب. لو أمك غضبانة عليك والله العظيم عملك مردود عليك. أنا بقولها لك والله مش من عندي، ده من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. أول واحد في ال3 دولت صرفا ولا عدلا يعني لا فريضة ولا نافلة، لا يقبل منه صلاة 5 ولا يقبل منه قيام ليل. مين ده؟ طبعا ده بالنسبة لكل العبادات مش الصلاة بس يعني. مين أول واحد؟ قال العاق الوالدين. يا شباب أبوس إيديكم، بوسوا إيد أمك وأبوك وراضوهم. وأنت رايح تصلي التراويح وأنت نازل دلوقتي هتصلي كمان شوية التهجد، أبوس إيدك، اتصل بأمك راضيها. لو كانت جنبك بوس إيديها وراضيها، خليها تسامحك، خلي أمك وأبوك يرضوا عنك. لو كنت مزعلهم صالحهم، ولو كنت مش طايلهم انت في بلد وهم في بلد، اتصل وقول لهم كلمه حلوه علشان ربنا يقبل منك ليله القدر. والا اقسم لك بالله ان لو كنت عاقل والديك مزعل امك ومزعل ابوك ومبيتهم دمعتهم على خدهم، لا هينفعك لا تراويح ولا تهجد ولا قيام ليل ولا اي عباده خالص، لان النبي اللي قال كده. فخد بالك دي من موانع المغفره، وناس كتيره مش واخده بالها. يقول لك الحمد لله رب العالمين انا ملتزم وبصلي التراويح والتهجد وما شاء الله ختمت القران 10 مرات في رمضان وهنروح نعتمر وامه طول الليل بايته تقول منك لله. ده اللي زي ده ربنا يغفر له ازاي؟ خد بالك اخويا الله يبارك فيك، ما تضيعش تعبك، ما تضيعش عملك. يبقى الحاجه الثانيه من موانع المغفره عقوق الوالدين. الحاجه الثالثه فساد ذات البين والشحناء، الخصام اللي النهارده بقى عامل زي الهوا اللي بنتنفسه. اي حد يقول لواحد كلمه قد عارف الذر اللي هو النمل الصغير، لو واحد قال لواحد همسه كده فمزق خلاص قلبه اسود، قفل منه، مش عايز يشوفه، مش عايز يعرفه، مش عايز يكلمه. ده اسمه في الاسلام عندنا اسمه فجور، ده في المصطلح الشرعي ده انسان فاجر، واخد بالك؟ في مصطلح الشرع كده، مش انا اللي بقول الكلام ده. النبي عليه السلام بيقول على الانسان اللي لمجرد تقول له كلمه خلاص خصمك وقفل قال واذا خاصم فجر. لما تيجي تصالحه يقول لك ما بتصالحش، تيجي تحاول تهديه ما بيهداش، تيجي تحاول تفتح قلبه وانت ممكن تكون قلت كلمه مثلا في لحظه زله لسان، قلت كلمه ما قصدتهاش، قلت كلمه مش عارف ايه، لا يمكن خلاص هو قفل. ده اسمه في الاسلام فجور، ويوصف هذا الانسان بانه فاجر. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. فمن ضمن اسباب او من ضمن موانع المغفره في ليله القدر ان يكون انسان قلبه مسود. ربنا يا رب يعافينا يا رب من سواد القلب يا رب، ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب، ويرزقنا قلوب بيضاء مسامحه ومتسامحه، امين يا رب العالمين. ان مش حاجه وحشه في حقي يا اخي، لما تقول لي سامحني اقول لك سامحني قص من قدري. يقول لي اصل الناس بتفهم الناس غلط، وانا لو تسامحت هيعملوا مش يا سيدي والله العظيم ما هيعملوا فيك حاجه، ما النبي كان بيتسامح، ورغم ذلك هو سيد ولد ادم شام في جبين التاريخ صلى الله عليه وسلم، ولم ينقص ذلك من قدر النبي اي شيء صلى الله عليه وسلم. ده هو اللي بيقول وخيرهما الذي يبدا بالسلام. فمن أسباب الحرمان من المغفرة التشاحن. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. بالله عليك يا أخي المسلم، وبالله عليك يا أختي المسلمة، لو مخاصمين حد وإنت عارف إن هو ممكن ما يقبلش قوي، يعني ان شاء الله حتى رساله بتليفون، اتصل عليه، ابعت له حد قول له يا اخي فلان بيصالحك يا اخي. لو انت يعني حاسس ان هو انسان يعني جلف وصعب ومش سهل ان انت تكلمه، ابعت له حد قول له فلان يا اخي بيصالحك، طلع نفسك انت من المشكله ديت. وهو لو مش راضي بالصلح دوت، خليه هو يعني يلبس المشكله دي بقى ويقع هو في الخصام، وهو اللي يحرم من مغفره في ليله القدر. اما انت اوعى تخاصم حد، اوعى تخاصم حد. اما اذا رحت تصالح حد هو رفض ان هو يصالحك، خلاص انت خلصت ضميرك امام الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك لو مش عايز تحرج نفسك ان شاء الله حتى برساله في الموبايل، وربنا يتقبل يا رب العالمين. رقم 4 من اسباب الحرمان من المغفره في ليله القدر، يبقى قلنا السبب الاولاني الشرك، الحاجه الثانيه عقوق الوالدين، الحاجه الثالثه افساد ذات البين والشحناء، الحاجه الرابعه الاصرار على المعاصي في هذه الليله المباركه. معقوله في واحد في ليله القدر هيروح يشرب خمر؟ معقولة واحد في ليلة القدر هيروح يفعل الفاحشة؟ معقولة واحد في ليلة القدر هيقضيها كلها على القهاوي؟ معقولة؟ طب ده عايز مغفرة ازاي؟ واحد قاعد عمال بيكركر طول الليل من بعد العشاء لحد الفجر وبيقول اللهم انك عفو تحب العفو. انا يعني ايه مش متخيله، يعني عمال بيشرب وعمال اللهم انك عفو تحب العفو. طب المغفرة تيجي ازاي طيب؟ ده انسان بيجاهر ربنا بالمعصية سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي بعده سؤال برضه جميل جدا: أيهما أفضل، ليلة الإسراء ولا ليلة القدر؟ سؤال جميل جدا جدا، وسؤال عايز ذكاء، كان نفسي أعمله مسابقة بس مش مشكلة. ليلة القدر أفضل ولا ليلة الإسراء والمعراج؟ بنقول ليلة الإسراء والمعراج أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت إكرام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر خير للأمة. زي كان في سؤال مقارب لدوت، كانوا بيسالوا ايهما افضل، امنا خديجه ولا امنا عائشه؟ فقالوا امنا خديجه كانت افضل للنبي لان هي اللي وقفت جنبه في بدايه الدعوه، وامنا عائشه افضل للامه لان هي اتعلمت 9 سنين على ايد النبي وقعدت تبلغ الدعوه 47 سنه. قال بعض العلماء وما كان افضل للنبي فهو احب الينا، واخد بالك؟ لكن اما في امر العبادات ده بالنسبه لتفضيل الاشخاص، انما في امر العبادات فليله الاسراء كانت افضل في حق النبي، وليله القدر افضل في حق امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه وده السؤال برضه مهم جدا ونختم بيه ان شاء الله، كيف نفوز بليله القدر؟ سؤال مهم جدا. عايز افوز، عايز الخلاصه، عايز افوز بليله القدر، افوز بها ازاي؟ برضه 6 اسباب. 6 أسباب. رقم 1، استعن بالله، قول يا رب، يا رب وفقني ليلة القدر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وتأكد والله ما حد هيفوز بليلة القدر إلا إذا ربنا كان مقدر له إن هو يفوز بليلة القدر. فاسأل ربك الذي يملك ليلة القدر والذي يملك الخير كله سبحانه وتعالى. قول يا رب أعني على ليلة القدر، غنمني ليلة القدر. وعايز بقى تكون ذكي قوي قوي. واحد صاحبك بتحبه، ناس من الأمة المسلمة بتحبهم، فاهم بالك؟ قوم تقول إيه؟ يا رب غنم إخواني اللي حواليا دولت ليلة القدر. تخيل حضرتك لو واحد دلوقتي في الحرم ويقول يا رب غنم اللي في الحرم كلهم يا رب ليلة القدر، فالملك يقول آمين ولك بمثله. طب تخيل بقى واحد بيوسع دايرة، بقول دلوقتي يا رب غنم كل أمة النبي محمد ليلة القدر، الملك دلوقتي بيقول آمين ولك بمثله. أول حاجة الاستعانة بالله. الحاجة الثانية العلم بفضائل ليلة القدر، وقد ذكرناها في الحلقة الماضية وذكرناها في الحلقة دي بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة الأخذ بالأسباب وتلمس ليلة القدر. قلنا يا جماعة إن النبي أمرنا إن احنا نلتمس ليلة القدر في ال10 الأواخر في الوتر منها. عايزك بقى تخليك ذكي، قول أصل الليلة دي ليلة 26 ننام وبكرة ليلة 27 نقوم. أقول لك خد بالك، لا قدر الله افترض إن التقويم كان فيه حتة غلط، يعني كان في يوم قبل يوم او يوم بعد يوم، واخد بالك؟ يعني ممكن ليله 26 دي تكون هي 27، وممكن تكون 27 هي ليله 28، وممكن يكون العكس، واخد بالك؟ فخليك ذكي، اجتهد في ال10 الأواخر كلها عشان ربنا يغنمك ان شاء الله. اخر حاجه عشان ما نطولش على حضراتكم، صدق الطلب في ليلة القدر، ان انت تطلبها بصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان كان على فراشي. رقم 5 الالحاح في الدعاء، ادعي واخلص النية لله سبحانه وتعالى. اخر حاجة حسن الظن بالله، بعد كل اللي انت عملته ده كله قول وانا عندي حسن ظن بيك يا رب انك هتغنمني ليلة القدر. ربنا يفرج هم اخواننا في سوريا يا رب، ويفرج همنا في مصر، ويجمع المصريين على قلب رجل واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، ونلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب المسلم